دلوقتي يا باشمهندسين ان شاء الله هنعمل ستاتيكال سيستم على الكاد للوحه الاوليه بلوك دي، وانتوا في البيت باذن الله هتعملوا لي ستاتيكال سيستم للتوي ده. ماشي، يبقى فكره واحده، مفيش اي فكره. امسك ايه اللوحه الاوليه بلوك دي، امسك ده واقول له ايه ايديت كوبي، وافتح فايل جديد من هنا واقول له ايه نوعه ايه امبريال عشان يتعمل بوحدات ايه المتر، واقول له ايديت بيست ضفته لي هنا. اول حاجه كنترول ايه موف منين النقطة البيز بوينت اللي احنا مثبتينها اللي هي دي، اقول له ادالي فين عند الصفر ويا صفر ويا صفر. تنساش دي اهم اهم في الموضوع كله. اعمل ليرز اسمها ايه، المفروض ان نكون عاملين ليرز ليكم. ما قلنا نعمل ايه نيو لير هنسميها ايه صفر صفر ايه اكسبورت ايه اكسبورت ايه يا جماعة اكسبورت بالراحة كده واحدة الكولمز. اعمل اكسبورت الكولمز مش محتاجه، ما انا رسمتها قبل كده. اعمل مين 25 في 70 دي انا محتاجها. ايه تاني كمان واحده 00 اي اكس اكسبورت اكسبورت ايه بي 12 في 70 بي 12 في 70 عشان ما ننساش. بس بعد كده سبورت مين 00 مين اي اكس مين اكسبورت مين هيدن بيم كام في كام. عندنا العرض بتاع كام، العرض بتاع في 80 في كام في 27. بعد كده عندنا هيدن بيم كام في كام 00 اي اكس كام في كام يا جماعه 27 في متر 80، او خلي العرض الاول 180 في 27. بعد كده في تاني عندنا ايه تاني في السقف، في عندي ربات في اتجاه الواي، اقول له ايه 00 ايه اي اكس ار كام ار اكس 7 كام 27 عشان ما انساش. بعد كده ايه تاني في عندي 00 اكسبورت اس كام، بلا طبق اس كام 17 في اس 14 سم. بعد كده ايه تاني بس سي اس 14 سم. في اي حاجه تانيه ناقصه؟ اظن عرفنا كل حاجه. الاس دي 20 قلنا هنخلي دي 20 للبلك كانت ليفر اللي بره بنخليها 20 00 اقول له برده اهو اي اكس اكسبورت ايه اس كام 20. ابدا اديهم الوان بقى مختلفه، طبعا ما تخليش كله نفس اللون بقى اكيد، يعني تدي له الوان مختلفه بقى اللي يريحك. يفضل حاجه كمان ايه هي فاكرين؟ قلنا نعمل تاني، قلنا نعمل ايه تاني كنترول ايه؟ اعمل ايه في اللاين ويت ده؟ مش اللاين تايب اللاين ويت، اعمل ايه؟ اخليه بصفر واقول له اوكي واسكيب، واجي بس على الليرز بتاعتي اللي انا محتاجها اللي هي دي، ابدا اديهم ايه؟ تخانات كبيره عشان ايه؟ اشوفهم وانا برسم. عشان وانا برسم بس دول ايه؟ يبقى انا معايا سوليد كده باينين. ماشي يا باشمهندسين، في حاجة مش مفهومة دلوقتي؟ باشمهندسين في حاجة مش مفهومة؟ تمام كل كده؟ يبقى كده دي اللايرز بتاعتنا، حد عنده أي مشكلة؟ طيب تمام.